السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نشرح بعض الأشياء الجديدة على استوديو اليوتيوب، وكذلك بالنسبة للقنوات التي لم يتم تحقيق الدخل من خلالها. قبل أن نقوم بشرح التفاصيل، أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا دائما تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون بكل جديد القناة. الجديد في هذه الحلقة كما قلنا، والجديد أيضا في خص استوديو اليوتيوب الجديد، وهي خاصية حقوق الطبع والنشر. هذه الميزة متوفرة في القنوات التي بها تحقيق الدخل، لكن مؤخرا اليوتيوب لم تكن متاحة في القنوات التي ليس فيها تحقيق الدخل، لكن مع التحديثات الجديدة وكذلك التعديلات الجديدة فيما يخص استوديو اليوتيوب الجديد، قامت اليوتيوب بإضافة هذه الميزة كذلك على القنوات التي ليس بها تحقيق الدخل. ما هي هذه الأداة؟ ما هو دورها؟ وما هي إيجابيتها وسلبيتها وغيرها من التفاصيل الأخرى؟ سوف نشرحها على حدة. أنا سبق لي وأن قمت بشرح حلقة حول هذه الخاصية كما قلت لكم عندما ظهرت لأول مرة، خاصة في القنوات التي بها تحقيق الدخل. جيد، بالنسبة لهذه الأداة الخاصة بحقوق الطبع والنشر، هذه الأداة قامت اليوتيوب بإضافتها في كما قلنا لوحة التحكم الخاصة بالقنوات اليوتيوب، من أجل معرفة الفيديوهات التي تمت سرقتها من القناة الخاصة بك. ماذا يعني هذا؟ يعني أن أي شخص قام بسرقة إحدى الفيديوهات التابعة لك، يمكنك أن تقوم بكشفها من خلال هذه الأداة. تظهر لك الفيديوهات التي تم سرقتها، وكذلك المدة، وكذلك الأشياء التي استخدمها، أي أن إذا كان الفيديو مثلا فيه 10 دقائق أو 7 دقائق أو 5 دقائق، يعطيك كم استغل أو كم من كما قلت كم قام بتحميل أو رفع الفيديو من خلال هذا الفيديو التابع لك. إيجابيات هذه الخاصية، وهي كما قلت لكم يمكنك أن تقوم بمعرفة من يقوم بسرقة الفيديوهات التابعة لك، ويمكنك أن تقوم بإبلاغ عنه. يعني في البداية تقوم بمراسلته من خلال الإيميل كما شرحته في إحدى الحلقات، الرابط كما العادة تجدونه أسفل الفيديو. بعد أن تقوم بمراسلة صاحب أو سارق الفيديو التابع لك، تخبره بأن يقوم بإزالة الفيديو، أو تخبره بأن يقوم بوضع الفيديو الأصلي، أو غيرها من الأشياء. المهم أنت حر فيما تريد، يعني إن كنت تريد أن يقوم بإزالة الفيديو تطلب منه ذلك قبل أن تقوم بآخر خطوة وهي الإبلاغ عنه. فإذا قمت بالإبلاغ عنه، ستقوم اليوتيوب بعملية إرسال له عقوبة، وهي عقوبة كما قلنا مخالفة، وهذه المخالفة قد تؤدي إلى حذف القناة الخاصة به إذا استمرت المخالفات. لذلك فهذه الخاصية كما قلت لكم، فهي هذه الميزة كما قلت لكم تنفع كثيرا، خاصة إن كنت صانع محتوى وتريد أن لا يقوم أي شخص بسرقة الفيديوهات الخاصة بك ويقوم بالربح من خلالها. سلبيات هذه الميزة كما قلنا، وهو بعض الأحيان قد تقوم بمراسلة الشخص الذي قام بسرقة الفيديوهات التابعة لك، ويجد صعوبة في عملية الحذف أو غيرها. ربما هذا الشخص قد لا يقوم بحذف الفيديو التابع لك، أو ربما أنت لم إذا قمت بالإبلاغ عنه لا يتعرض للمخالفة، نظرا لمجموعة من الأشياء، من بينها ربما يكون الفيديو الذي قمت بصناعته بنفسك، هذا الشخص قام أيضا بمثلا عمل مونتاج وغيرها، فقد تجد بعض المشاكل فيما يخص هذا الأمر. لكن المهم هو أنك تقوم بالإبلاغ عن السارق. وقد تتبادر مجموعة من الأسئلة في أذهانكم، خاصة كما قلت لكم مبتدئين في مجال الربح من اليوتيوب أو صانعي المحتوى، كيف تعمل هذه الأداة كما شرحت لكم. ويمكنك أيضا أن تقوم بمشاهدة هذا النموذج. هنا بالنسبة للأسئلة الشائعة، سوف تجد هنا مجموعة من الأسئلة كما العادة، كما قلت لكم المصدر سوف أضع لكم أسفل الفيديو.
سوف هنا يعطيك مجموعة من التفاصيل، كذلك مراجعة مطابقات أو أداة اللي يمكنك أن تقوم بمشاهدة الكيفية للوصول إلى هذا الأخير. كما أخبرتكم في بداية الفيديو كيف يمكن الوصول إلى الأداة التحقيق، أداة التحقق من حقوق الطبع ونشر المحتوى المطابق، والتي كما تظهر هنا. فبالنسبة لهذه القناة الخاصة بي فهي ليست فيها تحقيق الدخل بالمناسبة، فإذا لاحظتم معنا لم أقم بإكمال ما يجب أو 4000 ساعة للحصول على تحقيق الدخل حتى تتأكدون. هذه الأداة كما قلت لكم لم تكن متاحة في القنوات التي بها تحقيق الدخل كما ذكر هنا. تتوفر هذه الأداة في الوقت الحالي على مالكي القنوات المشتركين في برنامج شركاء اليوتيوب، شرحناها في ما سبق كيفية الانضمام وكذلك مجموعة من الأشياء. إذا لم تكن مؤهل لاستخدام الأداة لكنك تعتقد أنك بحاجة إلى خيارات أكثر لإدارة حقوق الطبع والنشر، يرجمل هذا النموذج. على سبيل المثال إذا كنت تريد مثلا أن تقوم بالإبلاغ عن فيديو أو شيء من هذا القبيل، ويمكنك أيضا التحقق من الأداة إذا كانت أداة أخرى تتناسب مع مطالبات إدارة الحقوق الطبع والنشر في حالتك. كما الشيء الذي يهمنا كما قلت لكم، فالأداة سابقا كانت متاحة فقط في القنوات التي مشتركة في برنامج شركاء اليوتيوب، لكن الآن أصبحت متاحة في كل القنوات، وهذه الخاصية وهذه الميزة رائعة جدا كما أخبرتكم. يمكنك الإبلاغ وكذلك معرفة الأشخاص سارقي الفيديوهات التابعة لك، ويمكنك الإبلاغ عنهم أو يمكنك أن تقوم بإزالة الفيديو من قنواتهم، وبذلك تكون قد قمت بحماية الفيديوهات الخاصة بك من السرقة ومجموعة من التفاصيل الأخرى. كما العادة الرابط سوف تجدونه أسفل الفيديو وخاص بالمقال حول الموضوع، كذلك سوف أضع لكم النموذج حتى إن كنتم تريدون الاطلاع على هذه التفاصيل. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.